ولمناقشة القرارات التي اتخذها السوداني لحل أزمة الدينار والتي وصفها المختصون بغير الواقعية، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. مرحبا بك معنا سيد بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك، يا مرحبا. بداية، بماذا تفسر عدم إدراج البرلمان في العراق حتى الآن أزمة انهيار قيمة الدينار على جدول أعماله؟ نعم، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. موضوع يعني إدراج قيمة الدولار أو ارتفاع قيمة الدولار على جدول أعمال مجلس النواب العراقي تعود إلى أنه الكتل السياسية لا تريد مناقشة أمور يمكن أن تؤدي إلى إدانة أي من الكتل السياسية المسؤولة عن تحليلات، لأنه جميعنا نعلم بأن الكثير من الكتل السياسية مرتبطة بشكل أو بآخر بالمافيات التي تهرب الدولار إلى خارج البلد، وبالتالي سيكون هنالك لا جدوى من مناقشة هكذا برنامج في جدول أعمال مجلس النواب. لذلك هم يحاولون الابتعاد قدر الإمكان عن أس المشكلة ويبحثون عن حلول جانبية ممكن من خلالها أو يحاولون من خلالها تحسين قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، لكن إدراجها في جدول أعمال مجلس النواب ممكن أن يدفع بعض الذين هم خارج تشكيلة الحكومة كالمعارضين اللي موجودين على قلتهم داخل البرلمان، ممكن أن يعني يستخدمون هذا الأمر أو هذا الملف من أجل التأجيج الشارع ضد حكومة السوداني أو الإطار التنسيقي. نعم. النائب محمد الخالدي توقع أن يصل السعر صرف المئة دولار إلى 200,000 دينار عراقي، كيف سيؤثر ذلك على السوق، على أسعار السوق المواد الأساسية تحديدا فيما لو حدث فعلا؟ نعم، بالتأكيد سيكون له تأثير مدمر على المواطن الفقير باعتبار أنه جميع السلع الأساسية هي استيراد. العراق البلد أصبح لا ينتج ويستورد كل شيء، وبالتالي فإن قيمة الدولار مرتبطة ارتباط وثيق بأسعار المواد الأساسية وأسعار المواد الغذائية بصورة خاصة. لذلك التأثير سيكون شديد على المواطن الفقير وحتى على الكسبة وعلى موظفي الدولة، لأنه أسعار السلع الأساسية أو المواد الغذائية هي يعني العمود الفقري لأي بلد، وبالتالي التلاعب بقوة الشعب بهذه الطريقة من خلال رفع قيمة الدولار في الأسواق ممكن أن يؤثر بشكل يعني قوي جدا على المواطن الفقير، وبالتالي قد يكون هنالك رد فعل شعبي غاضب على ما يجري حاليا من تدهور لأسعار صرف الدولار. نعم أستاذ بهاء، سيناريو الانهيار الذي يعيش تفاصيله الدينار العراقي في مقابله رسائل طمأنة من رئيس الحكومة السوداني للجمهور العراقي بأن الأوضاع تحت السيطرة وما إلى ذلك، وهناك فشل في ضبط حركة أو أسعار الصرف كما تعرفون، ولماذا أيضا في نفس الإطار لماذا تفرض أمريكا نظام سويفت على التحويلات العراقية، وهل لذلك علاقة ما؟ نعم، النظام سويفت يعني الفرض اللي فرضته الإدارة الأمريكية لأنه هنالك عدة مجالات مشتركة أو تعاون بين العراق وإيران وقعتها الحكومات السابقة من 2003 وحتى الآن وحتى الحكومة الحالية. كم التبادل التجاري ما بين العراق وإيران يصل أحيانا إلى 19 مليار دولار سنويا، وبالتالي هذا رقم مهول. لذلك يعني فرض رقابة على التحويلات المصرفية اللي من خلالها يتم سحب الدولار من الأسواق المحلية وتصديره إلى إيران، وبالتالي إيران تستفيد من العراق كمضخة للأموال العملة الصعبة إلى اقتصادها، ومن يعاني من هذا الأمر هو المواطن العراقي بالتحديد. لذلك عمدت الإدارة الأمريكية على خنق إيران اقتصاديا في هذه الفترة، خصوصا بعد تدخلها بالشأن الأوكراني والحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا وإجبارها على يعني الابتعاد عن التدخل في هذه الحرب ودعم روسيا بأي شكل من الأشكال، وبالتالي إجبارها على حتى توقيع الاتفاق النووي بعد أن أصبح الأمر تقريبا شبه ميت. لذلك الخنقة الاقتصادية الآن اللي تحاول أمريكا فرضها على إيران تعود بالضرر أيضا على العراق باعتبار أنه هنالك حجم تبادل تجاري كبير وهنالك تهريب للعملة أيضا من العراق باتجاه إيران، وبالتالي سيتأثر العراق أكثر من إيران باعتبار أنه العملة تهرب سواء عن طريق الجهات الرسمية كمصارف أهلية
اللي هي او كشركات او عن طريق افراد من خلال الحدود المجاورة بين الدولتين. نعم أستاذ بهاء، المتضرر الأكبر من ذلك هم فئات وشرائح مجتمعية معينة كالكسبة وأصحاب الأجور اليومية والموظفين، هم الذين يتضررون أكثر من غيرهم من هذه الاضطرابات في أسعار الصرف. ما التأثير المتوقع، وإلى متى يمكن أن يحتمل المواطن كل هذه الأعباء الاقتصادية؟ نعم، هي المشكلة هذه تذكرنا بأيام الحصار الاقتصادي في فرضت الولايات المتحدة عام 91 على العراق، واللي استمر 13 عام، والجميع شاهد تبعات هذا الحصار الاقتصادي اللي صارت على الشعب العراقي من أذى كبير. وبالتالي ما يحصل الآن هو تقريبا وضع مشابه في تلك الفترة. لم يكن بمقدور المواطن العراقي مثلا الخروج بتظاهرة، لكن الآن الشعب مل حقيقة من التصرفات المتكررة للحكومات من 2003 وحتى الآن، واللي دائما تضع مصلحة المواطن إلى 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 آخر آخر القائمة أو إلى ذيل القائمة أو حتى يمكن مفقودة. لذلك مصالح الأحزاب السياسية ومصالح دول الجوار اللي تدعم هذه الأحزاب هي الشاغل الرئيسي بالنسبة لهذه الأحزاب. وبالتالي انفجار الوضع الشعبي داخل العراق شيء متوقع بصورة كبيرة، وخصوصا أنه حتى رئيس تيار الصدري يوم أمس غرد بتغريدة وأطلق العنان لأتباعه بالتظاهر، وهذا أيضا سيضيف للمظاهرات إن حدثت، وهذا متوقع، نوع من الضغط الكبير على الحكومة. وبالتالي أنا لا أتوقع أن تستمر حكومة السوداني على هذا الوضع أكثر من 40 يوم قادم. نعم. لأنه الوضع بدأ يعني يصب في يعني أقصى درجات الألم بالنسبة للمواطن العراقي، لأنه الغذاء الجميع يعلم بأن الغذاء هو خط أحمر لكل كل كل العالم، وبالتالي نعم. عندما تصل الأمور إلى الغذاء فهنالك أكيد ستكون هناك ثورة شعبية. الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لك.